شباب بره الصندوق ده اسم المبادره اللي هنعرضها لكم النهارده. والحقيقه ان مهم دايما ان احنا نركز الشباب دول بيفكروا ازاي، ايه الافكار اللي عندهم. المبادره دي مش بس مبادره مجموعه شباب، لكن الحقيقه انها بتمزج ما بين افكار للشباب وبين المسؤوليه المجتمعيه للقطاع الخاص، وده اللي بنطلبه دايما من القطاع الخاص. تبنى موهبه رياضيه، تبنى فكره علميه. القطاع الخاص في العالم كله عنده الار دي سكشن، او يعني الجزء اللي له علاقه بالريسيرش والديفلوبمنت والتطوير، بياخد الشباب دول من الجامعه ويدربهم عنده في المصانع، وبعدين لما بيتخرجوا بيشتغلوا عنده جوه الشركه وجوه المصنع، وهم دول بيبقوا عماد تطوير هذه الشركات. عندنا شركه النهارده قررت انها تتبنى مجموعه من الشباب وافكارهم، وهنعرف ايه الخطوه التاليه. اسمحوا لي ارحب بضيوفي. مهندس اشرف دويدار، العضو المنتدب للشركه المنظمه شركه زيزينيا العاشر للتنميه، ومعانا الشباب مريم ياسر، عمر هشام، واصغر هؤلاء الشباب احمد سامي. مهندس اشرف، قول لي بالظبط ايه الفكره اللي عندكم؟ الفكره باختصار انه احنا شركه شغلنا التطوير عقاري، جزء من الخدمه المجتمعيه، قررنا نعملها في إطار مسابقة. بدل ما ندهن مصنع أو ملجأ أو نجيب حاجة المدرسة، قلنا نعمل نطلع مجموعة من الأفكار الدولة تقدر تستفيد بيها، فده جزء من الخدمة المجتمعية ورؤيتنا ليها. فابتدينا مسابقة فيها 10 أقسام، طلبنا شباب من سن 18 ل 40 يتقدم، ما يبقاش في شركات، يبقى أفراد ويشتغل بفرق، مش بيبقاش لوحده. ومضينا بروتوكولات مع وزارات زي وزارة التطوير العشوائيات والتنمية السياحية، وزارة السياحة، وبنخلصنا مع وزارة الإسكان. إنه المسابقة الجايزة اللي هتكسب أو الفريق اللي هيكسب بياخدوا الوزارة هذه الفكرة وينفذوها، ويقولوا إنهم أخدوها من أحد هؤلاء. هينفذوها فعلا؟ نتمنى هذا. عملنا اللي علينا، مضينا بروتوكول والناس مهتمين. يعني هو إيه اللي كان هيخليه يمضي بروتوكول لو هو مش حقيقي مش متشجع؟ بس هنزق بره شويه واحنا هنزق معاكم بالظبط كده. يعني في نيه حسنه لكن موجود. والحقيقه كانت الظريف انه كميه الناس اللي تقدموا لنا حوالي 327 طالب ب 100. عملتوا اعلان فين؟ او عملنا كله على النت. ما الشباب بتتواصل مع على النت. الاعلانات الرسميه دي ما حدش بيسال فيك. فتقدم لك 97 فكره، نزلناهم ل 75. دلوقتي بقى في 35 فكره ب 160 مشترك، ما عدا احمد لان هو لوحده. دايما بنطلب فكره. ليه بقى لوحده؟ علشان سنه صغير، اقل من اللي احنا طالبينه، وعنده اختراع يقدر يحل مشكله في مصر. فقلنا مسؤوليتنا نزقه. والله لو الكلام دوت منطقي اهو الناس سمعته وشافته، ونبدا ننفذه. طب نحاول نخلي يعني مشروعات الشباب دي تظهر على يعني على الناس، ونسمع بقى. احمد، انت عندك كم سنه؟ 16 سنه. في سنه كام؟ تانية ثانوي. ده انت لسه صغنون خالص. بس قولي يا احمد، ايه الفكره اللي عندك وايه اللي خلاك تقدم في المسابقه دي؟ هو المشروع بيتكلم عن توليد الطاقه الكهربائيه عن طريق ضغط المياه في عمق البحر المتوسط. ببساطه ضغط المياه في عمق البحر المتوسط. ببساطه انا حبيت احط معادله، هي معادله صعبه شويه، الصحه مع الكهرباء مع الجدول الاقتصادي، لان احنا صعب نحط الثلاث معاملات دول مع بعض. هي دي اللي كان اللي هيقوم عليه المشروع. هو المشروع ببساطه ان انا علماء البحر المحيط بيقدروا ان احنا كل ما نزيد 10 متر الضغط بيزيد بمقدار 1 بار. صح. عمق البحر المتوسط 2000 متر عند خط طول 28 شرقا مع دايره عرض 21، فهيصبح الضغط 200 بار. القانون بيقول ان الضغط بيساوي القوة العمودية على المساحه، لو قللت المساحه للنص الضغط هيزيد للضعف فيصبح 400 بار. انا عامل شبكه بتصميم معين. الشبكة دي هي حاليا لها 3 ديزاين، N1 و N2 N3. هو انا دلوقتي تقريبا هيشتغل على N2. بعد بتزود لي الضغط ده من 400 بار لمليون بار، بس محصلة، علشان مليون بار لو تركزت في نقطة واحدة هتبقى مشكلة، فهي محصلة على المروحة. بعد كده بقدر الف المروحة دي وولد طاقة كهربية بتقدر ب 13157 ميجا. طب هو احنا لما جيت ابني البحث ببني على مصادر موثوقة، فانا مبنيت على مصدر موثوق كان وزاره الكهرباء قالت ان عجز الكهرباء في مصر 4000 ميجا. فكان كالتالي هيحل مشكله الكهرباء في مصر،
وايضا طب انا حليت مشكله ال 4000 ميجا وهيبقى برده معايا 9157 ميجا، هقدر استصلح منهم ب 2222 ميجا 2 مليون فدان وهصدر الباقي للخارج. طب هو الرئيس حاليا قال ان هو العجز بيقدر من 12 ل 15000 ميجا، انا كده توقفت؟ لا مش هتوقف، لان انا هقدر اعمل بدل جهاز جهازين او ثلاثه. طب ليه؟ لان تكلفه الجهاز الواحد احنا عندنا زي ما الرئيس قال ان تكلفه من 12000 ل 15000 15 مليار، انا تكلفه الجهاز الواحد 300 مليون، اقل في التكلفه بواحد على 32 من المحطات التقليديه. انت حسبت موضوع، معلش اسالك شويه اسئله ساذجه جدا بما اننا مش فاهمه قوي، وانا كنت ادبي وانت علمي علوم ما شاء الله. انت حسبت تكلفه المحطه الكهرباء دي اللي هتعملها؟ هي تكلفتها تقريبا هيبقى حوالي 300 مليون. هو لما وزير الكهرباء افتتح محطه في العين السخنه كانت تكلفتها بتقدر ب 9.6 مليون. هي التكلفه بتاعتي اقل 32 مره. هتبقى تدي طاقه كهربيه عاليه، هو بتاع العين السخنه بتنتج 1300 ميجا، انا حوالي 13000 ميجا. اشرف، الحاجات دي في اي حد راجعها ذاكرها درسها؟ راجعها، لسه في لجنه وبنجيب خبراء يبصوا عليها. هو عرض الفكره يعني عرضها على اكتر من جهه ودخل فيها مسابقات وبتكسب، يعني في ناس بصوا عليها وشايفين انها كويسه. الحقيقه انا ما اقدرش احكم، هي بره الفيلد بتاعنا شويه، لكن لما الاقي شاب مجهز فكره بهذا الشكل لقيت فرصه لازم نقدمه ونخلي ناس بنحاول ندعمهم يجوا يبصوا على الكلام. احمد، انت عرضت الفكره دي على مين من المتخصصين يعني البروفيشنال في الموضوع؟ هو انا قدمت مسابقات علميه قبل كده، قدمت مسابقه ايسف، حاليا كانت احدث مسابقه اللي هي ايسف 2014 المعرض التمهيدي. هي بتبقى مسابقه بتتعمل في المحافظات، بتبقى التصفيات النهائيه بتاعتها جوه مصر يعني؟ لا، انترناشونال، بتبقى التصفيات في امريكا. هو اللي عرفنا عن المسابقه واللي علمني البحث العلمي، يعني علمني ان انا اشتغل خطوات بحث علمي، استاذ مصطفى محمود علمني بحث علمي، طبعا دكتور اشرف علمني الماركت ان انا ازاي اعمل تسويق للبحث. فهو قدمت، كانت اخر حاجه اللي هو كان معرض تمهيدي عندنا، الحمد لله اتصفيت وبقت معرض محلي في برضه مع مسابقات تانية. يعني اتمنى انه المتخصصين بقى يدرسوا فكرة احمد. احنا ما نقدرش نحكم طبعا مدى تطبيقها، بس يعني الولد عنده فكرة تبدو عبقرية، بس احنا ما نقدرش نقول اذا كانت فيزبل مش فيزبل، دوبل مش دوبل. محتاجين حد من المتخصصين، ولسه رئيس كان بيقول محتاجين فكر ابداعي، محتاجين نخرج بره الصندوق يعني ونفكر بشكل مختلف، وده اكيد بره الصندوق. توليد الطاقة من عمق البحر المتوسط ده اكيد بره الصندوق خالص، فمحتاجين حد يا جماعة من المتخصصين يقول لنا ده ممكن ولا مش ممكن. طيب مريم، ايه بقى فكرتك؟ احنا دخلنا في فئة اسمها استغلال، وهي ان احنا نختار مكان عام غير مستغل او مستغل بطريقة مش صح، ان احنا نهيئه لان هو يكون مكان مفيد للمجتمع. احنا اخدنا فكرتنا عبارة، اخدنا موضوع الكباري بالاخص كوبري 6 اكتوبر، لان هو من اطول 25 كوبري في العالم، ولقينا فيه امكانيات كتير قوي ان هو بيعدي على النيل مرتين وعلى اماكن جميلة جدا. كانت الفكرة بتاعتنا ان احنا هنعمل جزئين، جزء فوق الكوبري وجزء تحت الكوبري. يعني بنعمل ايه، كوبري جديد ولا بنعمل ايه؟ لا، هو اللي احنا بنعمله ان احنا يعني نعيد تهيئ المكان اللي جنب الكوبري واللي تحته. مناطق اللي تحت الكباري بالظبط. هو احنا كنا خوفنا من ان احنا لما بالحل بتاعنا نعمل مشاكل اكبر، فاللي احنا عملناه ان احنا تتبعنا الانشطة اللي الناس بتعملها ونعمل إعادة تنظيم ليها. فاللي احنا عملناه تحت الكوبري ان احنا شفنا الفئات المستخدمة للمكان وقسمناها. احنا بنتكلم على الاماكن اللي تحت الكوبري دلوقتي، من الاماكن اللي تحت مثلاً. الكوبري عند عبد المنعم رياض بالظبط. فالاماكن، مين اللي بيستغل الاماكن تحت الكوبري ده؟ احنا عندنا باعه متجولين بقى وكده بالظبط. عندنا في عبد المنعم رياض موقف مواصلات عامه والناس اللي بتبيع هناك وكده، فاحنا قسمنا الناس لفئتين. الفئه اللي قاعده هناك على طول وزي السواقين والباعة وكده، والفئة اللي مش دايما هناك زي المارين والزائرين. اللي احنا هنعمله تحت الكوبري ان احنا نستخدم المكان الميت اللي تحت الكوبري في ان احنا نعمل اكشاك للبائعين اللي هناك، بحيث هما يقدروا يمارسوا انشطتهم ويخدموا على الناس اللي هناك زي الزائرين والسواقين. يعني تحسني البيئة في المكان اللي هو بالزبط بيستخدم استخدام سيء. وعامله جزء في الكوبري، انه الكوبري موجود فوق، هي هتعمل تحت بعرض 2 متر يبقى ممر للمشاه، فالناس بدل ما تطلع تقف بالعربيه فوق هي تطلع تتمشى
وتوقف واحد من باع قاعدين يبيع حمص شام، يبيع اي حاجه، فانت بس كانك بتتمشي على الكورنيش بس مش معطل المرور على الكوبري فوق. بالظبط. دي فكره برضو مثيره للاهتمام جدا. عمر، ايوه، ايه بقى الفكره بتاعتك؟ احنا داخلين المسابقه بتاعتنا اللي هي شقتك دماغك، ودي عباره عن الشقه مساحتها محدوده من 65 ل 75 متر. فطبعا دي عملت مشكله ان اللي قاعد في البيت الاوض كلها صغيره، مش بتلبي احتياجات الراحه اول حاجه فيها. فاحنا التيم بتاعي فكرنا ان الحل ان احنا نعمل تصميم مبتكر وجديد، ان هو يبقى سمارت هوم، سمارت فرنيتشر، عباره عن البيت كله اوضه واحده كبيره متعدده الاغراض. الاوضه دي ممكن تبقى هي في الطبيعي ان هي سفره وليفنج، جه وقت النوم في حيطه بتتحرك من مكانها تقسم المكان الكبير ده يبقى فيه اوضتين نوم. يا سلام. في نفس الوقت ده في وقت تاني ان مثلا الناس قاعده بتذاكر بعد الاكل او كده، ففي الاب عايز مثلا يريح، فالبيت يتقسم لمنطقه كبيره الليفنج ومثلا ترابيزه المذاكره وفي اوضه نوم صغيره. فمعنى صح ان المساحه صغيره انا بحولها لعده اوض. الفكره بقى اللي احنا ضفناها في موضوع ان انا لو انا قاعد في نفس الاوضه ويا دوب سرير بيتفتح من الحيطه، كنبه بتتفتح، ده بيتحول هزهق من الاوضه اللي انا قاعد فيها. صح. الفكره احنا عاملين حاجه اسمها بيرسبشن، اللي هو الادراك الحسي، ازاي ان اثر بالتصميم على الناس اللي عايشه جواه. فان انا اخليه محول الاوضه لاوضه بالانتيرير ديزاين، انا هعملها له احسسه ان هو كانه راح بيت تاني، كانه قاعد. بس تكلفه ده بقى، تكلفه الحوائط المتحركه ده إيه؟ انا بتكلم عن مساحات صغيره والناس بتتجه ليها عشان تكلفتها طبعًا تبقى رخيصه. فانا لغيت الحوائط الداخليه بتاعتها كلها. يعني انت فتحت الاوضه، يعني قول مثلا الشقه اللي هي 63 متر او في اللي هي ال 75 متر دي، فانت فتحت لغيت الحوائط. فانا كتكلفه من المطبخ معمول ان هو يبقى زي اوبن كيتشن برضو. اوبن كيتشن ده مش شغال عندنا في مصر بس ماشي. بس عاملينه بديزاين ان دي حته برايفت شويه، اهو اوبن للناس بس ليه حته مخصوصه كده لوحده. الفكره في الموضوع ده ان ستاكينج جوز اللي بتتحرك، التكلفه وفرناها في موضوع ان الحوائط الداخليه، طبعا وفرنا المباني والمحار الناحيتين والفينش بتاعها، ان غيرناها ببارتيشنز متحركه. البارتيشن ده طبعا خشب او في ماتيريالز كتير، فتكلفه اقل بكتير، وفي نفس الوقت ديورابيلتي فيه عاليه جدا، وممكن اغير البيت اخليه لاحتياجات الشخص اللي جواه. فاحنا الافكار دي يعني مصيرها ايه؟ يعني انا مبسوطه ومنبهره بس مصيرها ايه؟ وده غير الافكار الثانيه، احنا صفينا من بقول 97 بقينا 35، كانت مجهود عليا عشان اقرر انا مش هاخد شويه افكار، لانه في الاخر هتقعد اللجنه من حوالي 20 واحد تحكيم، في الاخر في يوم من الصبح البليل كل واحد يقعد 4 دقائق يعرض الفكره بتاعته، ففي الاخر ليكي عدد محدود والجوائز محدوده، ورايي ان هم مش جايين للجوائز. لا طبعا، هي الجائزه ايه اساسا؟ الجائزه فلوس، لكن الاهم من كده انه احنا وفي شركات تانية برضه ده جايزه ايه 300,000 جنيه ولا جوائز؟ احنا عندنا 10 جوائز اولى وثانيه، احنا دافعين جزء، وفي شركه ثانيه داخله معانا دفع جزء، لكن الاهم انه التطبيق انه وزاره الاسكان قالت الفكره اللي هتكسب هنعمل لها نموذج تجريبي بالذات عشان الشقق الصغيره، ونبدا نطرحها في المشاريع الجديده المساحات الصغيره. طيب الايميل موجوده هو على ده الايميل بتاعنا يا شباب، لكن انا عايزه الايميل بتاع الجمعيه علشان او بتاع الشركه عشان تبعتوا لهم الافكار الجديده، واحنا لو جالنا افكار هنبعتها لهم. يعني يا ريت، لانه هي بصي كانت تجربه جديده، حاسس انه في اقبال والشباب كان جاي مش متاكد بعد، بس الافكار جميل وفي مجهود مبذول، يعني هي مش مجرد فكره وجايبين رسومات وفي ناس جايبه ماكيتات وحاجات معموله، وعايزكم تيجوا تحضروا البرزنتيشن اللي في يوم في الاخر في 13 ديسمبر هنعلن عن كل المسابقه دي. يعني اتمنى ان الافكار دي ما يكونش نهايتها البرنامج عندنا، او ما يكونش نهايتها ان هم الشباب هياخدوا جوائز. لا، الافكار دي يا جماعه ساعات كتيره بنتفرج مثلا في اليابان على ناطحات سحاب، على اشكال مباني غريبه جدا، ونقول مين اللي فكر، ازاي فكروا في الفكره دي؟ ما هو دي فكره حد مبدع غالبا كان شاب وفكر فكره كده عبقريه جاية من نوير بره الصندوق وتنفذت. لما كان ضيفنا هاني عازر كلمنا ازاي ان هو لما راح ألمانيا كان قصة المبنى اللي كان كده وقلبه، يعني دي كلها افكار ما كانش حد يتخيل انها تتعمل، لكنه قرر انها تتعمل وقدر ان هو ينفذها بشكل هندسي محترف. احمد، نفسك في ايه؟ تحلم؟ انا ليا في حلمين، اتجاه في البيزنس واتجاه تاني في العلم. اتجاه العلم هو طريقين، الطريق الاولاني ان انا اشتغل في وكاله ناسا، او الطريق الثاني ان انا اشتغل في مستشفى 57.
ياه دول اتنين بعيد عن بعض خالص. لا يا ما هو لحظة، هو أنا في تالتة ثانوي أقدر أقدم يا في زويل يا في طب، فعلى حسب بقى، يا زويل هخش ناسا لأن أنا حلمي هندسة فضاء واتصالات أو طب. روح هندسة فضاء واتصالات أكيد يعني. وأتمنى طبعا أن أنت تاخد يعني برضو منحة وتسافر برا وتتعلم أحسن، ويعني يعني وناسا وتيجي تعمل هيئة الفضاء المصري. أكيد بإذن الله أكيد. نفسك في إيه؟ حاليا نفسي أن أحقق المشروع بتاعي، وأن هو حل مشاكل بالظبط. تشتغلي ولا لسه؟ بشتغل. تشتغلي فين؟ بشتغل في دار المعمار مهندسة لاندسكيب. نفسك أن الفكرة دي تتحقق؟ عشان إحنا فعلا مؤمنين أن هي هتحل مشاكل كتير. عمر أيوة نفسك في إيه؟ نفسي الموضوع ده يتحقق، عشان ده بالذات لو يبقى جميل لو اتعمل اسكان شباب، عشان دايما ده حاجه قبيحه ومش حاجه يعني مش كويسه. اسكان شباب دايما اردع حاجه ان حد يقعد فيها. فان انا احولها له ان في نفس التكلفه حاجه تبقى شيك جدا ومودرن وتلبي كل حاجه. ف يعني كمان الموضوع ده اتعمل في الصين وفي امريكا في نيويورك كمان بالذات في مانهاتن، فليه ما نعملهوش في بلد عندنا ويبقى احسن والناس تغير فكرها فيه. نفسي اللي شفته بره يعني سافرت شفته بره عايز. بس انت شفت الموديل ده بره؟ مش هو بس في اكزامبلز احنا عملنا كونسبت زياده جددنا فيه، عملنا اوت اوف ذا بوكس كونسبت. موضوع بيرسبشن ده اللي ما اتعملش بره في البيوت ده، ان انا اثر عليهم بالانتيريور. الحقيقه انها افكار جديده ممكن نبقى منبهرين شويه واحنا بنسمعها مستغربين شويه، بس هي دي فكره الفكره. يعني هي قصه انه فكره ابداعيه. لما الرئيس بيقول يا جماعه انا عايز الشباب وعايز الابداع، هم موجودين، بس يعني هم موجودين استغلوهم بقى، موجودين الدوله تستخدمهم، ما يوصلوش لمرحله الزهق انه انا عايز اسافر بره وانفذ فكرتي دي بره او اعمل حلمي ده بره او اروح ناسا وما ارجعش. الفكره انه انا عايز اعلمهم ويبقى عندهم طاقه، الطاقة دي أنا أستخدمها. والحقيقة فكرة أن القطاع الخاص واهتمامه بالشباب ده مهم جدا. مرة تانية الدور الاجتماعي للقطاع الخاص، القطاع الخاص مش دوره بس أن هو يعمل ملجأ أو يعمل مستشفى أو يساهم أو يتبرع حتى لصندوق تحيا مصر، لا، القطاع الخاص دوره المجتمعي أهم، هو أنه يتبنى هذه المواهب، هو أنه هو يكبر الأفكار دي، هو أنه هو يقدر أنه هو ينفذ هذه الأفكار. أنا بشكركم، بشكر شركتكم الحقيقة، بشكركم يا شباب وأتمنى لكم التوفيق، وهحاول أن احنا يعني نضغط أن أفكاركم تتنفذ بذات الكباري عندنا مسابقة اسمها المش برنامج، يطلعوا برنامج تلفزيوني بطريقة مختلفة. فلازم تيجي ممكن نتبنى بقى المش برنامج ده، هتفرج عليه واشوف هيجيب سيرتي ازاي، ده الأهم يعني. أنا بشكركم. أحمد ثانوية عامة بقى، تانية ثانوي تالتة ثانوي دي صعبة أكيد، بس أنت شاطر مش كده؟ شد حيلك، و يعني اتمنى ان الدوله تهتم بالشباب دول لان هم دول ادواتنا. يعني ارجوكم يعني مع احترامنا للسن الكبير وحكمه وكده وكل الحاجات دي، دول امل مصر. خلونا بلاش 85، خلونا ننزل شويه اقل شويه. اشكركم ونخرج فاصل، وبعد الفاصل الانفجار السكاني. بنخلف 4 كل دقيقة او كل 4 دقايق في عيل. هنشوف كده ونشوف الساعه السكانيه ونرجع. Thank you.